بيقولوا أهم ما يقال هو آخر ما يقال. يعني لو واحد أب مثلا انتقل وراح السماء، الناس تسأل آخر كلام قالوا إيه، لأنه بيبقى كلام مهم قوي. المسيح قبل ما يصعد للسماء قال كلام مهم قوي، لكن آخر حاجة قالها ودي اللي عايز أقولها لك، وها أنا معكم كل الأيام إلى قضاء الدهر. مش هيبعت لك ملاك، وإن كان الملاك مخصصة لحراسة وخدمة المؤمنين، لكن هو بيقول أنا معكم. تفتكر بعد ما يقول لك أنا معك إيه اللي ممكن يخوفك؟ إيه ضمانات عايزها عيانية عشان تبقى أنت في أمان؟ بلادنا دلوقتي لا أمن ولا أمان، كله يخوف، فوضى. لكن الوحيد اللي يقدر يرعاك ويحفظك اللي قال في يوم من الأيام أنا معك، أنا معك شخصيا بكل إمكانياتي لأني حي وقادر أن أحفظك. رفعت عيني إلى الجبال يحرسك في دخولك وخروجك، لأنه قال ومدام قال هو أمين، مش هيرجع في كلامه. لا تخف لأني معك. الله بيدعمني ويسندني، وفي وقت الأزمة بينجدني. الله بيدعمني ويسندني، وفي وقت الأزمة بينجدني. وإن كان واردته في السكة ألاقيه يناديني ويرشدني. مش حاجة تطمن طبعاً طبعاً طبعاً، والجاي متأمن طبعاً طبعاً طبعاً. مش حاجة تطمن طبعاً أمن طبعاً طبعاً في أمن. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان، وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان، وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان. وإذا كنتم شايفيني وحدي أنا مش وحدي، ده اللي معايا اللي معايا اللي معايا سيد الأكوان. ما تقولش كتيرة وقليلة، لا تعدم من يد وسيلة. وعارفها بأصغر تفصيلة. متقولش كتيرة وقليلة، لتعلم من يد وسيلة. متقولش كتيرة وقليلة، لتعلم من يد وسيلة. شايل أركان الكون كله وعارفها بأصغر تفصيلة. مش حاجة تطمن أمن طبعاً طبعاً بالأمن. مش حاجة أطمن طبعاً طبعاً بالأمن. والجاي متأمن طبعاً طبعاً بالأمن. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان، وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان، وإزاي أحسن لو فرقوني الأعوان. وإذا كنتم شايفيني وحدي أنا مش وحدي، ده اللي معايا اللي معايا اللي معايا سيد الأكوان.
تقولش كتيرة وقليلة، ما تقولش كتيرة وقليلة، لا تعدم من يد وسيلة، لا تعدم من يد وسيلة، ما تقولش كتيرة وقليلة، لا تعدم من يد وسيلة، شايل أركان الكون كله وعارفها بأصغر تفصيلة، مش حاجة تطمن طبعاً طبعاً بيطمن، والجاي متأمن طبعاً طبعاً بيتأمن، مش حاجة تطمن طبعاً طبعاً بيطمن، والجاي متأمن طبعاً طبعاً بيتأمن. يبقى أنا كيف أتوهم على إنسان، وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان، يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان، وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان، وإذا كنتم شايفيني وحدي أنا مش وحدي، ده اللي معايا اللي معايا اللي معايا سيد الأكوان.